السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل بامية، طاجن بامية ولحمة مسلوقة ورز بالشعرية ان شاء الله. هنا عندنا اللحمة، هنديها صدمة عندنا ليه حتة ليه هنحطها هنا. ورق لورا، حط ورق لورا هنا. حبة هام مطحون، فلفل اسود، نقلب كويس، حط البصل هنا. نحط البصل، حط الميه السخنة ونقفل عليها. نحط طومة، سمنة فلاحي،
لحد ما البصلة تحمر شوية ونتعلق كده. هنحط يا جماعة الفلفل الأسود كده حلو قوي. نحط هنا بقى ايه الطماطم معصورة ومتصفية. هنسيبها بقى تغلي مع نفسها لحد ما تتسبك ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي انا هنحط الملح وهنحط البامية نفرزها طاوية ساعة كده متسيبهاش تفك. ما شاء الله يدوق الطعم. نحط كمان حبة ملح. ما شاء الله الله أكبر، حاجة عظيمة. أنا بحب أحط لها بقى قرن فلفل حامي وبحط لها بس لما تغلي شوية أحط لها حتة تومة نية. هنا حبة كزبرة ناشفة ده طعم حلو قوي. وادي حتة التومة الناية. ما شاء الله ريحتها شكلها كله ما شاء الله. الله أكبر. هنا بقى كده ناخد حبة شوربة من دول نحطهم على ال، أنا لسه ما حطيتش ملح للشوربة عشان تستوي هنا كده براحتها. نحط بقى الملح اللي دخلت في السوا خلاص ما شاء الله. ما شاء الله حاجة جميلة قوي ملحها مظبوط. ونشوفكم بقى لما نيجي نعمل الرز ان شاء الله. دلوقتي حبايبنا خلصت الرز الغوش علينا واجي البامية واجي اللحمة الشوربة. دلوقتي نغرب بقى ونشوف الشكل الاكل على السفرة باذن الله. ودي سفرتنا النهاردة يا حبايبي.
اتمنى تكون عجبتكم. عاملين الباميه بالليه طعمها في منتهى الجمال، والرز بالشعريه، ودي شوربه اللحمه. ويا رب كده ما تنسونيش من دعائكم، وما تنساش تدعمونا بقى باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.